قالت حكومة الإقليم الصومالي بشرق إثيوبيا إن الجفاف تسبب في نفوق أكثر من ربع مليون رأس من الماشية خلال الأشهر الثلاث الماضية، وأشارت إلى أن 10 مناطق بالإقليم من أصل 11 تعاني حالة حرجة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي نتج عن شح هطول الأمطار لأكثر من موسم، ما تسبب بندرة المياه وانعدام أعلاف المواشي. أضافت حكومة الإقليم الصومالي أن أكثر من 70 ألف شخص اضطروا للنزوح عن مناطقهم.